غير مصدر به نحو عمل، ها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت كتب، ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم، كيفعل اللو المضايق عنسس، وما اقتضى نظافة أو دنس أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد، وعد لازما بحرف جر، وينحذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي النوى أن يطرد مع لبس كعجبت أن يدو، والأصل سبق فاعل معنى كمن، من ألبس من زاركم نسج اليمن، ويلزم الأصول موجب عرى، وترك ياك الأصل حتما قد ورى، وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ناسخ جوابا أو حصر، ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزم اسم الله. الفعل نوعان متعد ولازم، هذا ما يقولونه. المتعدي هو ما ينصب مفعولا فأكثر، ويسمى متعديا وواقعا ومجاوزا، وغير المتعدي اللازم لا يرفع مفعولا ويسمى لازما، وغير متعد وقاصرا. قال رحمه الله: علامة في المعدة أن تتصل بها عائدة على غير المصدر، تقول الحائط بناه العامل، الحائط بناه، الها في بناه عائدة على الحائط، الحائط ليس مصدرا إذا بناه متعدي. وتقول الكتاب قرأه محمود، الكتاب قرأه محمود، الها في قرأه عائدة على الكتاب، الكتاب ليس مصدرا إذن قرأ متعدي، بخلاف الهاء العائدة على المصدر بينها لا توضح متعديا ولا لازما، لأنها تتصل بالفعل اللازم والمتعدي. تقول النوم نامه سعيد، نام لازم، اتصلت بها الهاء، نامت الهاء اللي اتصلت به بنامه تعود على مصدر، هذه لا توضح شيئا. وتقول القراءة أو الضرب، ضربه سعيد، الهاتف ضربه عائد على الضرب، والضرب مصدر، مع أن ضربه متعدي. أنا قوله علامة في المعدة أن تصل هذه مصدر به نحو عمل، هذا ما قالوه، ما قال ابن مالك، وقال غيره ولعله أوضح. قال الفعل المتعدي يصاغ منه اسم مفعول كامل، تقول الحائط مبني وزيد مضروب، بخلاف اللازم لا يصاغ منه اسم مفعول كامل، لا بد أن تعديه بشيء بظرف أو بحرف جر. فتقول لا تقول زيد مخروج، لا بد أن تقول مخروج به أو إليه أو أمامه أو من عنده، لا يصاغ منه اسم مفعول كامل. واضح؟ مخرج هذا من أخرج متعدي. واضح؟ أنا أقول علامة في المعدة أن تصل عليه مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إلا من ينب عن فاعل، فإذا نب عن فاعل النائب عن الشيء له حكمه، فإنه يرفع إلا من فاعل. فتقول قرأ زيد الكتاب، قرأ نصبت الكتاب مفعولا به، فإن ناب عن الفاعل تقول قرأ الكتاب. نحو تدبرت الكتب، قال رحمه الله ولازم غير المعد، هذا رأي ابن مالك، أن الفعل نوعان لازم ومتعدي، فغير المتعدي لازم. أنا أقول ولازم غيره، قال غيره الفعل ثلاثة: فعل متعد وفعل لازم وفعل لا لازم ولا متعد، وهو كان وأخواتها. قال رحمه الله وحتم لزوم أفعال السجايا، لا بد أن تكون لازمة، السجية ما يجب على الإنسان، ما يجب على الشيء، نحو طال وقصر وجبن وشجع وكرم وكنهم، مهم اشتد حبه للأكل، مهم كلف على الله، كلها لازمة، كشم عز وقشعر والمضايق عنسس فعنلل نحو حرنجم وقعنسس البعير إذا رفض الانقيادة، وسمع غرندا وسينقى غرندا وسينقى، قال قد جعل النعاس يغرنديني، أدفعه عني ويسرنديني، سنسمع أن يعلوني. هذا نقوله في الظالمة وظان وافة كنجس وطهر ووضوء، وافة أو دنس أو عرضا وهو ما لا حركة فيه، كحزن وفرح، وطوع المعدى لواحد كذلك، إذا طوع الفعل المتعدي، إذا طوع الفعل متعديا لواحد صار لازما. فتقول كلمته
وتكلم مددته فامتد كمد. قال رحمه الله اللازم يتعدى بحرف الجر وعد لازما بحرف جري مر زيد بعمرين. وإن حذف فالنصب المنجر نقل عن العرب يا حذيفة النصب المنجر نقل عن العرب ليس كل واحد. قال تمرون الديار ولن تعوجوا تمرون بالديار. قال ويبغونها عوجا. قال النسب رحمه الله يبغون لها عوجا بحرف جر. وإن حذف فالنصب المنجر نقل. وفي أن وأن وكي لم يذكرها يطردوا مع من نفسه يطردوا حذف الجار الجار لأن ومدخولها وأن ومدخولها وكي ومدخولها مستثقلات باشتراط الصلة فتساهلوا في حذف الجار لها. أو عجبتم أن جاءكم من أن جاءكم شهد الله أنه جئت كي أتعلم. إذا قدرت أن يصل لكي أتعلم وأنك حذفت اللام اكتفاء بنيتها من قوله وأحد به. وفي أنه أن يطيد مع من لبس إذا لم من اللبس لا يجوز حذفه. تقول أرغب أن تسافر إلى جدة قد يكون الأصل عن أن تسافر لا بد أن يكون عن أن تسافر. إما يقول أرغب أن تسافر إلى مكة قد يكون الأصل أرغب في أن تسافر لتعتمر إذا عرف. قال وترغبون أن تنكحوهن. قال بعضهم عن أن تنكحوهن لفقرهن ودمامتهن أو في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن مثلا. قال بعضهم هذا وقال بعضهم هذا. من قال هذا معناه ليس فيها لبس. قال رحمه الله والأصل سبق فاعل معنى ملاحظة وملحوظة. يصير المتعدي لازما بالتضمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خالف تصل مفعول خالف زيد عمرا لكن ضمنها والله أعلم يخرجون صارت لازمة. أو تحويل إلى صيغة فعل لغرض المبالغة نحو ضرب زيد حسن ضربه. أو طاوع المتعدي لواحد وقد ذكره كلمته فتكلم بطه. أو ضعف بسبب تقدمه عن أو ضعف بسبب تقدم المعمول عليه. إن كنتم للرؤيا تعبرون يقال عبر الرؤيا لكن تقدم المعمول فضعف الفعل فصار تعدى بحرف الجر بطه. أو الضرورة الشرعية أو فنامي خريدة تسقي الضجيع ببارد بس الضرر تسقي الضجيع ببارد بس يصل تسقي الضجيع باردا سقاية عدى بنفسه لكن ضرورة الشرعية جعلته لازمة. يصير اللازم متعديا بالإفعال والاستفعال والتفعيل والمفاعلة وفعل فعل لقصد لبذل الفقر عند العرب أو للتضمين أو للضرورة. الإفعال تقول نزل القرآن تقول أنزل الله القرآن نزل عدتها أنزل نزل عليك الكتاب فعل فعل تقول سار زيد وتقول سارت زيدا فعل جعلت اللازم متعديا. تقول خرج زيد وتقول استخرجت الماء للاستفعال عداه. وغير تقول شعرته أشعره هذا بذل فخر قياس عند العرب بهذا الشكل. يقول شعرته غلبته في الشعر أشعره شعر أصلا لا تتعدى لكن جعلته على صيغة فعل يفعل لغرض الفخر والغلبة. وكذلك التضمين قال ولا تعزمون عقدة النكاح. تقول عزم على كذا لكن لعله والله ضمن ما تنمو. أو الضرورة الشرعية كما عسل الطريق الثعلب وعسل في الطريق سبعة أنا قولي. وفي أن يطردوا مع من نفس كعجبت أن يدوا.